تحرك داخل حزب المحافظين البريطاني لسحب الثقة من زعيمه بوريس جونسون. حزب المحافظين البريطاني يصوت مساء اليوم على سحب الثقة من جونسون بعد أن نجح معارضوه بجمع أكثر من 54 توقيع لنوابه، وهو الشرط للمضي في عملية التصويت على الثقة. وتأتي هذه في أعقاب سلسلة فضائح سددت ضربة للثقة بقيادة جونسون. بعض الوزراء في حكومة جونسون بادروا لإعلان ثقتهم بجونسون، معتبرين التصويت فرصة لتجديد الثقة. ويذكر أن جونسون قاوم على مدى أشهر دعوات داخل حزبه من وأيضا من المعارضة العمالية المطالبة باستقالته، بعدما بات على أثر ما يعرف بفضيحة بارتي جيت. بات جونسون أول رئيس وزراء بريطاني يخرق القانون وهو في منصبه. وإذا خسر جونسون فسيتعين عليه التخلي عن زعامة حزب المحافظين ومنصب رئيس الوزراء، فيما يقرر النواب المحافظون في البرلمان وعددهم 359 نائبا يقررون مصير جونسون عبر تصويت سري. وإذا حصل على تأييد نصف النواب زائد واحد فلن يكون من الممكن إجراء تصويت مشابه بحق جونسون قبل مرور عام. لمناقشة هذه التطورات أرحب بالكاتب والإعلامي أنور القاسم. أهلا بك أنور في أضواء على الأحداث لهذا اليوم. بداية، كيف تقرأ هذه الخطوة لأن يستطيع فعلا عدد من المحافظين جمع العدد الكافي المطلوب للوصول لهذه المرحلة مساء اليوم، ألا وهي التصويت على الثقة بجونسون؟ جدا لم يكن يتوقعه رئيس الوزراء خاصة في هذه الظروف، لكن يعني حينما تحدث اليوم رئيس أو الكبير لجنة 1922 التي تقرر فيما إذا كان يمكن سحب الثقة أم لا، حينما تحدث عن أن النصاب تجاوز 15%، فهذا يعني أنه حتميا يجب إجراء هذا التصويت. التصويت كما تفضلت سيكون سريا، لكن رأينا سابقا مثلا لرؤساء وزراء سابقين، مثلا في عهد مارغريت ثاتشر تعرضت في المرة الأولى لهكذا مساءلة ونجت في المرة الثانية، سقطت بعد فترة قصيرة. هذا تماما ما حصل أيضا لتيريزا مي. تيريزا مي نجت في التصويت الأولي لكن بعد 6 أشهر اضطرت إلى التنازل والتنحي. الآن يحصل مع رئيس الوزراء تماما كما حصل مع تيريزا مي. طيب، هذه المرحلة الأولى يعني لسه علينا أن ننتظر مساء اليوم، لكن أنور أسألك قبل ذلك، هؤلاء 54 عدد لا يستهان به من النواب المحافظين الذين يرفعون رسالة تطالب بالتصويت على الثقة، يعني هم هؤلاء 100% سيصوتون ضد جونسون، ما دوافعهم؟ يعني هل لماذا يريدون معاقبة جونسون؟ يعني هم يقولون ان جونسون خان الثقه التي منحت له، ايضا هو كذب على البرلمان، في هناك قانون في البرلمان، اي رئيس وزراء او وزير يكذب على البرلمان فعليه ان يستقيل، هذا قانون في داخل البرلمان. هناك من لم يرضى حقيقه عن طريقه معالجه رئيس الوزراء لهذه القضيه الشائكه. طبعا هناك مرارات كثيره، لكن رئيس الوزراء استطاع ان يمتص الكثير من غضب النواب وأيضا الشعب البريطاني عبر تقديم سلسلة كبيرة لم تتوقف من الاعتذارات على هذا الموقف. أيضا هناك الآن حقيقة يجب، أنت تفضلت وقلت 54، العدد أكبر بذلك بكثير، هكذا فهمنا، لكن يحتاج 54 صوتا كي تبدأ تمر الرسالة. نعم تماما. الآن التصويت سيكون سريا، وبالتالي الذين أعلنوا قبل قليل يعني دعمهم لرئيس الوزراء هم وزراء كبار لكن عددهم لا يتجاوز 80 مسؤولا داخل الحزب. نحن نتحدث عن 359 صوتا. هذا يعني طيب أنور، كم يحتاج المحافظون المعارضون لجونسون من أصوات حتى يحجبوا الثقة عنه؟ تماما نصف الأعداد زائد واحد. يعني إذا حصل على هذه النتيجة رئيس الوزراء فإنه سينجو مؤقتا، لكن سيخرج مجروحا بشكل كبير، مدخنا بالجراح. يعني هذا التصويت ليس أمرا عاديا أو سهلا بالنسبة لرئيس الوزراء. هذا يعني أن الثقة برئيس الوزراء اهتزت داخل حزبه، لكنه قبل قليل كان يتحدث خلفنا هنا في البرلمان كما ترى سعد بيكبين، كان يتحدث ويطالب المحافظين، يقول لهم إننا أمام أزمة كبيرة، هناك حرب أوكرانيا يجب التعامل معها، هناك الوضع المعيشي القاسي في بريطانيا. أيضا قال لا نريد أن نسلم مفاتيح 10 داونينج ستريت
أي رئاسة الوزراء إلى رئيس حزب العمال. 180 أنور، 180 صوت يعني يحتاج جونسون للمحافظة على مقعده، وفي المقابل 181 يحتاج معارضه. ألا يبدو الرقم صعب جدا على معارضي جونسون أن يستطيعوا أن يحصلوا عليه لإقصاء جونسون وحجب الثقة عنه؟ نعم هذا صحيح، يعني حقيقة رئيس الوزراء بوريس جونسون كان ربما من أكثر رؤساء الوزراء عبر تاريخ المملكة المتحدة نجاة من يعني من مطالب بالاستقالة. هو رفض منذ البداية، لم يعلن ولا مرة أمام البرلمان أو خارج البرلمان أنه سيستقيل ويقبل بالاستقالة، هو محارب شرس. لكن شعبية بوريس جونسون في الفترة الأخيرة انخفضت بشكل كبير. الرجل الذي حقق يعني فوزا ساحقا قد عام 2019 الآن شعبيته نزلت إلى 30% فقط، يعني شعبية حزب رئيس حزب العمال ارتفعت إلى 36%، يعني هذه مؤشرات كلها خطيرة جدا. ما أبرز العوامل التي دفعت شعبية جونسون للانخفاض والانهيار برأيك، على الرغم من مثلا بعض النجاحات الخارجية خاصة في الملف الأوكراني، ملف حرب أوكرانيا؟ يعني البريطانيون دائما، يعني البريطانيون يهتمون دائما بجيوبهم أو بالوضع المالي لنقل. يعني الوضع المالي في بريطانيا سيء جدا، وعد رئيس الوزراء البريطانيين بجنة سيرونها بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد البريكزيت. هذه الجنة لم يرى منها البريطانيون شيئا، بل تحولت حياتهم إلى كابوس. أيضا الوضع الدولي بشكل عام أو وضع بريطانيا تراجع بشكل كبير، المصاريف الكبيرة التي صرفت أثناء كورونا كانت كبيرة. شخصية رئيس الوزراء الإشكالية أيضا أثرت بشكل كبير على ناخبيه، خسارة حزب المحافظين يعني قلاع انتخابية هامة بالنسبة لحزب المحافظين، كل هذه أثرت على حقيقة كانت تصويتا على شخصية رئيس الوزراء. الاحتمال الأضعف ألا وهو أن تحجب الثقة عن جونسون، ما تداعياته؟ يعني كم من الوقت سيحتاج من يعارض جونسون ويحجب الثقة عنه ليتم انتخاب بديل عن جونسون؟ هذه معركة أخرى لا تعد أقل خطورة من معركة إسقاط رئيس الوزراء. أولا هناك كثر يتحاربون على هذا المنصب، منهم بطبيعة الحال وزيرة الخارجية، منهم وزير المالية، منهم معارضون لبوريس جونسون كانوا ضده في عملية البريكزيت. هناك شامتون في رئيس الوزراء، وبالتالي أيضا إيجاد رئيس وزراء جديد إضافة إلى رئيس لحزب المحافظين بدل جونسون، هذه ستكون معركة أخرى، معركة لا تقل أهمية حقيقة عن معركة إسقاط رئيس الوزراء. لكن في حال سقط رئيس الوزراء أو لم يسقط مجرد التصويت على الثقة، هو نوع من حقيقة نوع من إسقاط أو لنقل إضعاف مكانة رئيس الوزراء داخليا، وعليه العمل كثيرا وتغيير طبيعة سياسته وطبيعة تعاطيه مع الأمور الاقتصادية والداخلية كي يحظى بالقبول مجددا. وهذا لن يكون، حتى لو نجح فلن يكون طوق نجاة. وهذا هو سؤالي الأخير لك أنور، يعني في حال فعلا نجح ومر جونسون من تصويت الثقة وسيحتاج معارضوه للانتظار عام كامل لتجديد مثلا طرح موضوع الثقة مرة أخرى، ولكن جونسون سيخرج ضعيفا، إلى أي مدى سيستطيع جونسون إن مر اليوم أن يقود الحزب إلى الانتخابات القادمة بعد أقل من عامين؟ يعني هو قال قبل الانتخابات، قال قبل هذا الاجتماع، قال إنه سيغير من سياسته بعد صدور تقرير البارتي جيت، قال أيضا إنه يريد أن يكمل ولايته حتى عام 2024، أيضا قال إنه يستعد لتحقيق الكثير من الإنجازات، لعل أبرزها العلاقات أو هزيمة روسيا في أوكرانيا. وبالفعل بريطانيا هي تعتبر من الدول المتقدمة جدا بالنسبة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة وغير الأسلحة أيضا. ثانيا داخليا هو يضع سياسات كبيرة جدا لمساعدة البريطانيين على تحمل غلاء كلفة المعيشة، أيضا هو يضع أنظمة جديدة وقوانين جديدة تختلف عن قوانين الاتحاد الأوروبي لعله ينجح في ذلك. أيضا هو وعد بالكثير، بتحقيق الكثير في حال ترك لإنهاء ولايته حتى عام 2024. فهل ينجح؟ بطبيعة الحال سننتظر هذا المساء لنرى
ماذا ستكون النتيجة. شكرا جزيلا لك أنور القاسم الكاتب والإعلامي. بهذا نصل أعزائي المشاهدين إلى ختام أضواء على الأحداث لهذا اليوم، أترككم في أمان الله، وبإمكانكم دوما متابعة بث قناة الحوار المباشر على موقعنا في يوتيوب، وكذلك التواصل معنا عبر منصاتنا الأخرى على السوشيال ميديا. في أمان الله.